إدارات كثيرة تعمل في التخطيط والتنسيق هنا في شركة النايل سات، منظومة متكاملة حتى يكون العمل بأفضل ما يمكن وحتى لا تحدث هناك أي مشكلات فيما يتعلق بعمل الأقمار الصناعية بشكل عام. وبالتأكيد الجميع هنا في انتظار إطلاق القمر الصناعي بعد قليل. معي في هذه الوقفة الحوارية مهندس مايكل عصام، مدير إدارة تنفيذ الترددات. برحب بحضرتك مهندس مايكل، وأيضا أرحب دكتور مهندس كريم العباسي بإدارة تنسيق الترددات. برحب بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا بكم مهندس مايكل. يعني كلمني عن طبيعة العمل، إدارة الترددات، وهل هي دورها تنسيق دولي ولا داخلي ولا إزاي؟ الإدارة دي بتعمل في مجالين. مجال التنسيق الدولي مع الإدارات المختلفة. اوكي، بيتم عن طريق إجراءات وعضوية الاتحاد الدولي، لازم نتبع طبعا الإجراءات بتاعته، وده بيتم بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصرية. فده إجراء، والإجراء تاني بيتم مع الجهاز نفسه اللي احنا نتابع كل حاجة بنسجلها بشكل صحيح. فهو ده على المجالين بالظبط. طيب دكتور، لو تحدثنا أو عدنا للوراء قليلا قبل فكرة إطلاق أي قمر صناعي، بالتأكيد في نوع من أنواع التخطيط ويعني التنسيق وتحديد الأهداف اللي على أساسها هيطلق هذا القمر الصناعي. إيه الخطوات اللي تمت قبل أن نشهد هذا اليوم الأخير المنتظر فيه إطلاق القمر بالفعل، من حيث التخطيط والتفكير في أهم الأهداف وأهم المميزات اللي بننتظرها من هذا القمر؟ قبل ما القمر يعني اطلاق القمر بسبع سنين خلاص بنحط الخطه التردديه للقمر، بنحدد فيه الحاجات التردديه اللي هنستخدمها فيه خلاص، وتقسيم الترددات والقدره الاشعاعيه لكل تردد ومناطق التغطيه الخاصه بكل تردد خلاص. وازاي نضمن ان اللينك بادجت او اللي هو اللي هي استقبال الاشاره عند المستخدم النهائي خلاص تبقى اعلى جوده. هو ده دورنا ان احنا، وازاي نحط الخطه التنسيقيه دي خلاص او الخطه الترددية للقمر، بحيث اللي هي كمان ما تاثرش على الاقمار اللي هي اللي حوالينا، وتبقى ملتزمين بالقواعد اللي بيحطها الاتحاد الدولي للاتصالات. يعني احنا بنحط خطه تردديه ونرسلها في الاخر الاتحاد الدولي للاتصالات علشان نبتدي عمليه التنسيق مع الادارات الدوليه، ونتاكد ان القمر هياخد كل الوفقات اللي محتاجها ويقدر يقدم الخدمه باعلى كفاءه ممكن. هل كلها مقترحات من الاداره الخاصه بيك، ولا بيكون في تنسيق وتشاور مع جهات اخرى فيما يتعلق بهذه الخطه قبل عرضها زي ما حضرتك بتقول على الجهاز؟ لا، بتبقى خطه فيها جزء تسويقي، احنا عاوزين نشوف احنا الاسواق اللي احنا عاوزين نخشها خلاص، وجزء برضه ليه علاقه باستراتيجيه الدوله، وليه علاقه برضه بتشاور مع جهاز قانون تنظيم الاتصالات اللي هو NTRA. كل ديت العوامل دي كلها بتخش مع بعض عشان خاطر نوصل لاحسن موديل، او نحط خطه ترددية للملف بتاعنا اللي هنقدمه لحد الاتصالات. عظيم. مهندس مايكل، انت شاب يعني في الثلاثينات ولا في اواخر العشرينات؟ لا، الثلاثينات. في الثلاثينات، خريج جامعه مصريه. عشان الناس لازم تعرف طبيعه الكوادر البشريه المصريه، اللي انتوا خريجين جامعات مصريه يا جماعه، وتم تاهيلكم هنا فيما يتعلق بالخبرات، صح؟ مهندس مايكل، مهندس كريم، نفس الموضوع. انا الدكتوراه بتاعتي من هندسه عين شمس، وهنا اللي خدت كل التريننج كلها خدتها يعني شركه ضربتني على يعني في مختلف المراحل لحد ما وصلت الليفل ده. عظيم. انا بشكركم جزيل الشكر مهندس مايكل عصام، مدير اداره تنفيذ الترددات، كما اشكر ايضا دكتور كريم العباسي، اداره ايضا في تنسيق اداره الترددات. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، بعد اقل من ربع ساعه سوف ينطلق باذن الله تعالى الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي المصري 301 نايلسات 301 من قاعده كيب كانافيرال في ولايه فلوريدا الامريكيه. ارجو ان تبقوا معنا في هذا البث المباشر، بعد قليل سوف يكون لنا لقاء وسوف نتابع لحظه بلحظه اطلاق القمر الصناعي. اكف الضراعه، ترتفع الى الله سبحانه وتعالى ان يكلل هذا الحدث بالنجاح، وأن يسعد المصريين، وأن يسعد الدولة المصرية، وأن يسعد كل الجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية لكي نصل إلى هذه اللحظة. أرجو أن تبقوا معنا. شكرا لك عبد الله، وشكرا لك ليلى، وشكرا لضيوفكم الكرام. إذن مشاهدينا، ما زلنا معكم في هذه التغطية المباشرة، و
دقائق قليلة ربما تفصلنا عن الحدث الأهم والأبرز اليوم، وهو إطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات 301، وهو آخر حلقة من حلقات القمر المصري نايلسات. فقد أطلقت مصر عام 1998 القمر الصناعي نايلسات 101، وتبعه إطلاق القمر نايلسات 102 بعد مرور عامين فقط في عام 2000. أما القمر الصناعي نايلسات 201 فقد قامت شركة تاليس إلينيا سبيس بتصنيعه، وتم إطلاقه في عام 2010 من محطة جيوانا الفرنسية في أمريكا اللاتينية، وهي محطة إطلاق تابعة لفرنسا. والآن وبعد مرور حوالي 12 عاما على هذا الحدث، يتم إطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات 301، وهو آخر حلقة من حلقات النايلسات. نايلسات 301 يتميز بإمكانات تفوق إمكانات مثيله وأخيه 201، وهو أنه يتضمن خدمات البث الإنترنت الفضائي واسع النطاق، فضلا عن سعة مداره في البث التلفزيوني وسعة تغطيته. هذه صور مباشرة من ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث ننتظر جميعا مرور هذه الدقائق لكي يتم الإطلاق في موعده إن شاء الله، وهو 11:03 بتوقيت القاهرة و5:03 بتوقيت ولاية فلوريدا الأمريكية. هذه الصور تأتينا مباشرة من ولاية فلوريدا الأمريكية للصاروخ الذي يقبع على متنه القمر الصناعي المصري نايلسات 301، حيث يتوجه في 11:03 إلى مداره في الفضاء ليستقر هناك كما يقول الخبراء التقنيون، ويبعث بأولى إشاراته التي تنبئ عن بدء تشغيله بعد هذا التوقيت، أي بعد الإطلاق بحوالي 40 دقيقة. مصر كانت من الدول السباقة في منطقتها وفي إقليمها وفي قارتها لحجز مكان لها في الفضاء، وذلك في وقت مبكر في عام 1996 عندما أنشأت الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات، وأطلقت بعد ذلك بقليل القمر الصناعي الأول نايلسات 101 في عام 1998. وبعد ذلك لم يتوقف قطار التنمية في هذا المضمار، حيث استمر النايلسات في الفضاء حتى الآن بنسخ متتالية يحدث بعضها الآخر. ويعني كما أسلفنا القمر الصناعي الأخير الذي ينطلق الآن إن شاء الله، تزيد إمكاناته بكثير عن إمكانات مثيله 201 الذي أطلق في أغسطس من عام 2010. القمر الجديد يحقق التكامل مع قمر صناعي آخر، وهو القمر الصناعي المصري طيبة 1 الذي أطلق نهاية نوفمبر الماضي. وبذلك ستكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي من خلال قمرين صناعيين، وهو أمر كما يقول المختصون يضمن تأمين واستمرار هذه الخدمة المتميزة السباقة الجديدة، وهي خدمة الإنترنت الفضائي واسع النطاق. نايلسات 301 أيضا تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة جدا تمكنه بمفرده وذاتيا، وكما استمعنا قبل قليل من النايلسات من شركة النايلسات مع المهندسين المختصين، هذه التكنولوجيا تمكن نايلسات 301 من تحديد أي مصادر للتشويش، كما سيتمكن من معالجة التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه، والتي يبلغ عددها حوالي 38 قناة
فضائية. طبعا القمر الذي سبقه وهو 201 كان محملا بعدد أقل من القنوات الفضائية. يتميز أيضا 301 بإمكانية المناورة بالهوائيات لتغيير مناطق التغطية وفقا لاحتياجات الدول الإفريقية التي تعد سوقا جديدة لأقمار النايلسات، لأنه ساعة التغطية في 201 لم تكن تشمل مناطق في القارة الإفريقية بعكس 301 الذي سيمتد نطاق تغطيته إلى جنوب القارة الإفريقية ودول حوض النيل أيضا. إذن دقائق قليلة، إذن حوالي 8 دقائق تفصلنا عن موعد الإطلاق المقرر للقمر الصناعي نايلسات 301 وهو 11:03 بتوقيت القاهرة. حتى هذا الوقت نعود مرة أخرى إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات في مدينة 6 أكتوبر، واستوديو الوطنة للإعلام يبث على الهواء مباشرة تغطية خاصة لهذا الحدث. أعود إلى زميلي ليلى عمر وعبد الله يسري إليكما. شكرا شكرا زميلنا خالد عاشور في استوديو 11 استوديو الاخبار بقطاع الاخبار بالهيئه الوطنيه للاعلام. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، نحييكم من مقر النايل سات حيث نشهد باذن الله تعالى بعد دقائق معدوده، اقل من 10 دقائق، حوالي يعني اقل من 10 دقائق، انطلاق باذن الله انطلاق القمر الصناعي المصري 301 نايلسات 301 من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية. نحن الآن نتابع عبر الشاشة في الخلفية التي ترونها الآن، هذه الصورة تأتيكم على الهواء مباشرة من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، وإن شاء الله يعني المشاعر الآن، يعني أنا مش متخصص لكن ممكن ألتقط الأجواء اللي موجودة في نايل سات الآن، ومشاعر كل إنسان كان يقف وراء هذا الجهد الوطني المصري بامتياز فعلا. أرحب خلال الدقائق التالية بالمهندس عامر لطيف محمود العضو المنتدب للعمليات في النايل سات، وهو خبرة كبيرة في هذا المجال، ويعني قدم للنايلسات أجيال وقام بتدريب أجيال من الشباب المصري وعاش اللحظات خلال ويعني وأيام وشهور خلال الفترة الماضية في النايلسات، وأيضا في الدولة المصرية التي يعني عاشت يعني ظروف استقرار الآن الحمد لله، لكن كانت في فترة زمنية سابقة منذ 2011 كان فترة توتر أيضا، لكن لم نشعر بأي تأثير على النايلسات أو على أي إرسال أو على أي أرض، كان هناك تأمين كامل للإرسال. أهلا وسهلا يا فندم مرة أخرى برحب بك مهندس عامر، وبنتحدث عن يعني ما الذي يدور في ذهنك قبل دقائق قليلة يمكن أقل من دقيقتين على إطلاق القمر الصناعي المصري نايلسات 301، يعني بعد السنوات بالتأكيد من الإعداد والتجهيز في انتظار هذه اللحظة. والله احنا دلوقتي في لحظات منفعمة بالأمل والرجاء ان الإطلاق ينجح، وان الشركة تحقق اللي هي كانت بتسبق اليه طول فترة تواجدها، ان هي تكون في مكان الصدارة والريادة في المنطقة العربية وتقود قاطرة الإعلام العربي في الوطن العربي وفي أفريقيا حاليا. فاحنا بحضور هذا الإطلاق وأملنا الكبير في ربنا أنه ينجح، ده هيكون فتح جديد لنايل سات للشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات وللدولة المصرية في نفس الوقت، اللي هتقدر تحقق التنمية شاملة عن طريق إمكانيات هذا القمر المتعددة اللي احنا جاهدنا علشان نقدر ننفذه بالطريقة بتاعته ده. نعم
طبعا يعني انا عايز اوجه التحيه والتقدير لسيادتك ولكل الكوادر والمهندسين الموجودين في النايرسات وكل من خطط، والسيد اللواء احمد انيس وكل القيادات اللي موجوده في النايرسات، لانه احنا لامسين حجم الاستعداد وحجم الجهد اللي حصل خلال الاشهر الماضيه. وطبعا يعني احنا يعني في اللحظات دلوقتي انه الانسان يا رب باذن الله، بسم الله مجريها ومرساها، يعني الانسان باذن الله يعني نشهد هذه اللحظات بنجاح ونعيشها. وقد عاشت مصر لحظات كثيره مشابهه يتخلق فيها التاريخ، ويشعر الانسان بقوه وعظمه هذه الدوله المصريه والاستراتيجيه التي تحكم كافة الوزارات وكافة التخصصات. الإعلام المصري ليس من نافلة القول، وليس من قبيل المجاملة، وليس من قبيل الإنشاء أن نقول هناك ريادة في مجال الإعلام. الإعلام المصري هناك بسط لنفوذ وسيادة الدولة المصرية أيضا يتجسد في الفضاء المصري. هناك كوادر مصرية شابة وقدرات علمية مصرية وطنية تقف وراء هذا الإنجاز الكبير. نحن أمام لحظات خاصة جدا باشمهندس محمود. في الواقع يعني دي لحظات زي ما أنا قلت مفعمة بالأمل والرجاء، يعني بندعو ربنا من كل قلوبنا أن الإطلاق ده ينجح علشان نقدر نحقق اللي احنا عشنا سنوات طويلة بين القمر نايرسات 201 و301 بنحلم بأن احنا نحقق شيء جيد وشيء رائد للدولة المصرية تقدر نواصل به التنمية المجتمعية الحضرية داخل جمهورية مصر العربية وأيضا خارجها، ونتواصل مع الأشقاء الأفارقة سواء في جنوب أفريقيا أو في منابع النيل، وخصوصا في الأجواء اللي احنا فيها دلوقتي السياسية المعروفة في القارة الأفريقية. يعني بالنظر إلى الشاشة، ما الذي ننتظره بعد دقائق معدودة ربما أو ثواني قليلة؟ ما الذي يعني ينتظر أن نراه وأن يتابعه الشعب المصري مع إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي نايرسات؟ هو من أصعب اللحظات هي انطلاق الصاروخ من قاعدته في قاعدة الإطلاق الخاصة به. الصاروخ ده قدرته 1,000,000 حصان، في 9 محركات بيعملوا الليفت اوف علشان يقدر يطلع من الغلاف الجوي وينطلق الى الفضاء، ينطلق خارج الجاذبية الارضية. وانس انطلق خارج الجاذبية الارضية بتنفصل المرحلة الاولى منه وتستمر في اتجاهها الى النقطة اللي تم الاتفاق عليها مع الشركة المصنعة انها توصل عندها وتطلق القمر في هذه النقطة، ومنها القمر يبدأ دوره في أنه يصل إلى الأوربيتال بوزيشن الخاص بينا أو الموقع المداري الخاص بنايرسات على بعد 35,000 كيلو من نقطة الإطلاق. القمر الصاروخ بيمشي حوالي 400 أو 500 كيلو بس، والقمر بعد كده بيكمل بالمحركات الرئيسية بتاعته باقي المشوار لحد ما يوصل للمكان اللي متفق عليه. باشمهندس محمود، يعني المدة المنتظرة لحد ما يصل القمر إلى مداره كم دقيقة بالضبط؟ هو الموضوع يتم على مرحلتين. أول مرحلة أما انطلاق الصاروخ هياخد حوالي تلت ساعة. تلت ساعة انطلاق الصاروخ، تلت ساعة يقطع فيهم المسافة 500 كيلو. وبعد كده قدامنا تاني حوالي 40 دقيقة علشان نستقبل حاجة اسمها تليمتري من القمر، معناها ان اجهزة القمر بدأت تشتغل والتقط الطاقة الشمسية من خلال الاجنحة بتاعت القمر. ما الذي يتصاعد من الصاروخ فالكون 9 الامريكي، ما الذي يتصاعد منه البخار الان؟ يعني دوت الفيول لما عشان اختلاف كثافة الجو عن الكثافة السائل. الفيول ده عبارة عن سائل، فديت هي دي الأبخرة اللي بتتصاعد دلوقتي اللي احنا شايفينها لاختلاف الكثافات، فهي بتبان الأبخرة دي. الأبخرة ديت حاجة عادية ما هياش حاجة خطيرة أو بيستمر لمدة قد إيه كده الأبخرة دي بتتصاعد؟ بتستمر لحد ما يحصل الإجنيشن اللي هو الانطلاق.
يعني أول ما يحصل انطلاق الأبخرة ديت هتتوقف والصاروخ يبدأ يتحرك بقوة في 9 معركات. أنا أرى الآن عد تنازلي 4 3 2 1. T-plus 40 seconds into the mission, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40 and taken an orbital Space Force Station, carrying the Nilesat 301 satellite to a geosynchronous transfer orbit. Right now, we are throttling down the first stage engines in preparation for a period known as Max-Q. This is where we'll experience the highest amount of aerodynamic pressures on the vehicle. Now that we've passed Max-Q, we are now bringing those engines back up to full power. In about a minute, we have a couple of events happening in quick succession. First up will be main engine cutoff, also known as MECO, followed by stage separation, and then SES-1, also known as second engine start 1. During main engine cutoff, those 9 engines will shut off. During stage separation, the first and second stages will separate from one another. And then during SES-1 or second engine start 1, we'll have that single Merlin vacuum engine on the second stage. It will ignite and continue to carry the Nilesat 301 satellite to its targeted drop-off orbit. Shortly after we see ignition of the second stage engine, we are expecting those fairing halves to deploy and exposing, again, that Nilesat 301 satellite to the vacuum of space. And some really cool ground shots of the Falcon 9 vehicle coming up on main engine cutoff in a few seconds here. MECO, stage separation confirmed. And end back ignition. So we got successful main engine cutoff, successful stage separation, and you can see on the right-hand side of the screen that Merlin vacuum engine on the second stage has indeed started up, and is now propelling the second stage with our payload to its drop-off orbit. So coming up, we'll have fairing deploy in about 5 or so seconds. Separation confirmed. And there you see it. The two fairing halves have separated and are falling away from the vehicle, now exposing the Nilesat 301 satellite. As a reminder, again, we are going to be attempting to recover those fairing halves with the help of our recovery vessel, Doug. For now, we're about 4 minutes into وعلى بعد 4 دقائق من المهمة. تبدو الأمور طيبة وعظيمة، وكما ترون هنا على الشاشة في الجزء العلوي من الصاروخ، ويبدأ في مساره الطبيعي نحو الجانب الأيمن من الشاشة. ومرة أخرى، فهذه هي عرض للمحرك الرئيسي، ألا وهو تحليل القمر الصناعي 301.
ونحن الآن في مرحلة الخطة الأولى من الخطتين التي يتكون منهما المرحلة الثانية، ونحن الآن على بعد 6 دقائق و7 ثواني كما هو واضح على الشاشة، ليتم إشعال المحركات الخاصة بالمرحلة الثانية، وبعد ذلك فإن المحرك رقم 9 سوف ينفصل حتى يكون لدينا 3 محركات إجمالا تدفع الصاروخ خارج الغلاف الجوي للكوكب الأرض. وكما نرى هنا فإن الأجزاء تبدأ في الانفصال عن الصاروخ الأساسي، والوضوح ومرئية الصاروخ هي واضحة، وهو ما يمكن من الأبحاث العلمية التي خاضتها فالكون 9 في إنجاح عملية الإطلاق للمرة الثانية بعد أن تم دعمها مرة أخرى ومرحلة إنسبيريشن، ونحن الآن على GPS 3-4. ونحن على بعد دقيقة واحدة من المرحلة المقبلة، وإذا ما نظرتم إلى أسفل الشاشة فهو سرعة ومؤشر السرعة، سرعة الصاروخ، ونبدأ في أن نشاهد في تباطؤ سرعة الصاروخ في المرحلة الأولى، ولكن بعد إتمام عملية الاحتراق الكلي للخروج من كثافة الغلاف الجوي، وحقيقة القول فإن غالبية أو معظم هذه السرعة هي بسبب الغلاف الجوي للكوكب الأرض. وسوف أتحدث قليلا عن المحركات واختلاف المحركات على متن صاروخ فالكون 9، وهذه هذا صاروخ تم تحسين قدراته لتصل إلى أكثر من 200 رطل من القوة الدفعية للمحركات في المرحلة الأولى، وكذلك هذه المرحلة تنتج أكثر من 100 طن من الدفع. كما نرى بدأنا بالفعل عملية الاحتراق الأولى، وسوف تستغرق 20 ثانية. والآن فإن صاروخ فالكون 9 يبدأ في الإطفاء في وكذلك الانفصال عن الأجزاء الخارجية لها والتي سوف تعود إلى الأرض، ويبدأ القمر في بداية مساره على صاروخ فالكون 9. وأؤكد هناك عملية دخول ناجحة خارج الغلاف الجوي، وهذا سوف يحدث في ربما 1 دقيقة و15 ثانية. وقبل أن تبدأ في الأجزاء المحروقة في الهبوط يمكننا الاستماع إلى اتصال أو مكالمة لتأكيد هذه العملية فيما يتعلق بالمحرك S وانفصاله عن جسم الصاروخ، وتدخل هذه المرحلة بعد مدة 20 دقيقة، ثم بعد ذلك يتم إشعال المحرك الثاني للمرة الثانية ويتم إغلاقه لاحقا، وبعد ذلك يتم نشره بعد 3 دقائق من عملية الإطلاق وكما هو مستهدف تماما. المرحلة الأولى مرحلة الإشعال بدأت، حصلنا على تأكيد من تشغيل المحرك الثاني بنجاح وبدء عملية الفصل عن جسم الصاروخ. مدار اسمي طبيعي، ونحن ننتظر المرحلة الثانية مرة أخرى، والآن تبدأ المرحلة الثانية من مرحلة كوست، والآن سوف يمكننا أن نهبط في المرة 7 عن المسار. ها نحن، عملية ناجحة.
That is SpaceX's 116th SpaceX صاروخ 116 صاروخ فالكون 9 شهد عملية إطلاق بنجاح للمهمة 99 وهذه المهمة تفصلنا على بعد ثواني معدودة من الإشعال الأول والإشعال الثاني للمحركات وبعد هذه المرحلة سوف ننتظر إشعال المحرك الآخر وهذه قد تصل إلى 26 دقيقة ونحن الآن على بعد 20 ثانية في مغادرة الغلاف الجوي. خسارة في استقبال الإشارة. We'll be right back.
يمكن احنا هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا منذ حوالي يعني 15 دقيقة تقريبا انطلاق الصاروخ فالكون 9 الأمريكي الذي يحمل على متنه القمر الصناعي المصري نايلسات 301 الحمد لله بنجاح ويعني بكل ما يحمله من مشاعر لحظات الانطلاق وعودة مرة أخرى إلى نايلسات حيث يعني نقوم بالحوار وإجراء هذا اللقاء مع المهندس عامر لطيف محمود العضو المنتدب للعمليات. أهلا بكم مرة أخرى فندم وألف مبروك ألف مبروك على النجاح الإطلاق والشكل الجميل المشرف اللي شفناه. الحمد لله ألف مبروك مهندس عامر ودعنا نتحدث عما تابعناه منذ لحظات على الشاشة توصيف لما حدث بشكل مفصل أكثر. هو طبعا الصاروخ انطلق من القاعدة بتاعته خد 15 دقيقة علشان يوصل للمكان اللي الساتلايت هيترك الصاروخ فيه ويكمل بنفسه. ده بيبقى وقت حرج جدا ان عملية انطلاق الصاروخ وانفصال القمر من الصاروخ بعد كده. العمليتين دول تموا بنجاح لحد دلوقتي، ناقص مرحلة تالتة ان احنا نستقبل اشارات من القمر حوالي بعد اذا كان فات 15 دقيقه قدامنا كمان ممكن تلت ساعه تاني هيبدا القمر يدينا اشارات تدل على انه ايه حي يرزق ان هو اشتغل خلاص ان شاء الله ان شاء الله. فاحنا في انتظار اللحظات دي برضو نستقبل منه اشارات التليمتري. بعد كده يبدا بقى ايه مراحل اخرى في وصول القمر للمدار بتاعه. المراحل دي بتبقى على كذا مرحلة، اختبارات هنعملها على كذا مرحلة برضو عشان يوصل لمداره. بنعمل حاجة اسمها ايه كيك يعني القمر ده لازم يبقى بيلف حوالينه الكرة الأرضية وتبقى كرة أرضية في السنتر، لكن هو طبعا عشان طالع من الأرض فبيروح بعيد ويرجع لها تاني. كم يستغرق الوصول للمدار يا باشمهندس؟ لا الوصول الى المدار النهائي ده هيستغرق احتمال يعني من اسبوع لعشرة ايام علشان يمشي 36,000 كيلو. اثناء المرحله ده الوقت دوت بتم حاجات كتير جدا، بنجرب في الخلايا الشمسيه، بنجرب البطاريات، بنجرب اجهزه البث اللي بتبعت لنا التليمتر، لكن مش اجهزه البث الرئيسيه اللي هي النواقل اللي موجوده عليه. فديت بتستغرق وقت طويل لحد ما يوصل المرحلة النهائية بتاعته. المفهوم في الشغلانة ديت ان احنا لازم القمر دوت تبقى الكرة الارضية في سنتر الدايرة اللي هو بيلف فيها حوالين الارض. العملية ديت بتتم على ثلاث مراحل، كل مرحلة المحرك الكبير بتاعه بيديله دفعة. الفينومنا اللي موجودة في الفضاء اي حاجة تروح بايد ترجع تاني، فاحنا بالدفاعات دي بنديها له بمعيار معين شركة التصنيع ما عارفة هي هتعمل ايه فيها، بتدي له دفع بمقدار معين من الوقود بحيث يروح ويرجع ثلاث مرات. في المرة الثالثة بتبقى الكرة الأرضية في السنتر بتاع الدائرة اللي هو بيلف فيها، وفي الحالة ديت بيعتبر انه وصل لمداره. بعد كده بنظبطه بقى في السبع درجات غرب بالظبط، بس قبل ما يروح السبع درجات غرب عاوزين نختبر الأجهزة اللي عليه. أنا أجهزة الأجهزة اللي هي مشابهة للي موجودة على القمر 201، فهنعمل الاختبارات للأجهزة اللي 26 ناقل اللي هم شغالين حاليا على 201 في قربة البوزيشن آخر اللي هو 10 درجات وربع غرب. بعد ما ننجز المهمة ديت ونتأكد ان هم شغالين مظبوط هنحركه تاني نوديه سبع غرب ونستكمل بقية إجراءات الاختبارات على النواقل الخاصة بالإنترنت والنواقل الخاصة بالإكستندد كيو باند، إن ديت مفيش تعارض بينها وبين الأجهزة اللي شغالة في 201. بعد كده هنعمل المرحلة التالتة، هنعمل حاجة اسمها كولوكيشن أوبريشن بحيث يبقوا الأمرين كولوكيتد لبعض علشان لما نعمل مناورات مديمة المنورة بتاعت القمر 201 ما تأثرش على المنورة بتاعت القمر 301 وبالتبادل. فالعملية دي بتبقى أهم عملية أن احنا نحطهم كلوكيتد مع بعض، أن هم يبقوا محطوطين بوضع معين في حاجة اسمها ريديال سيباريشن بين القمرين علشان
ما يحصلش لا قدر الله ان يحصل اصطدام بينهم. وطالما نجحنا في وضع الراديال سيبريشن ديت بيعتبر الموضوع انتهى ويستمر كده الى الابد شغالين مع بعض بالطريقه ديت. جميل. مين اللي حط السيناريو بقى الكاملا ده؟ يعني السيناريو كاملا دوت شركه الاطلاق، شركه التصنيع القمر هي مسؤوله عنه. احنا اللي هي الشركه الفرنسيه، الشركه الفرنسيه هي احنا عقدنا معها ان احنا نستلم القمر شغال في المدار، لكن احنا عندنا الكوادر بتاعتنا بتتابع معاهم الثلاثه اوبريشن انا قلت عليهم، اللي احنا نخلي القمر يبقى كره ارضيه في سنتر الدايره اللي هو بيلف فيها. في كوادر من عندنا بتتابع الموضوع ده، وبعد كده عمل الكلوكيشن دوت برضو احنا بنتابعه معاهم عن طريق المحطه الارضيه اللي موجوده برضو عندنا هنا في 6 اكتوبر. وبعد كده بنبدا اختبارات النواقل بتاعته سواء في 5 × 10 ¼ درجة غرب أو في 7 غرب. دي بتتم برضو في المحطة بتاعتنا هنا عن طريق الكوادر الفنية المؤهلة بتاعتنا اللي بتختبر أن النواقل ديت محطوطة عند نقطة التشغيل المحددة ليها علشان تدينا أقصى قدرة إشعاعية على الأرض بحيث تحقق المواصفات اللي احنا اتفقنا فيها مع الشركة المصنعة على تحديدها. إلى أي مرحلة يعني هتبقى مسؤولية نايل سات 301 مسؤولية مصرية كاملة بقى؟ بعد 15 يوم هنبقى احنا مسؤولين مسؤولية مطلقة، لكن احنا دلوقتي مسؤولين معهم مسؤولية ضمنية في ان احنا نتابع عمليات وضع القمر ده في المدار، عمليات الاختبارات، عمليات وضع الكولوكيشن بالنسبة للقمرين بالنسبة لبعض. لكن مسؤولية مطلقة بعد 15 يوم. ما الذي يعني سيعقب هذا يا باشمهندس؟ يعني بعد أن تتحول مسؤولية القمر بشكل كامل لشركة النايل سات، ويعني هل هناك مزيد من التجارب هتجرى عليه أم ما الذي سيتم حتى السنوات تمر كي يتم استخدامه بشكل كامل؟ نبدأ طبعا بعد ما نستلم القمر بعد 15 يوم هنبدا نشغل الاجهزه اللي المفروض نشغلها. ايه اللي هنشغله الاول؟ هنشغل الحيزات الجديده اللي هي اكستند كيو باند، هنشغل النواقل الخاصه بالانترنت. يتبقى الجزء طبعا جنوب افريقيا ومنابع النيل ديت هتشتغل برضو في ذات التوقيت، لكن 26 ترانسبوندر دلوقتي انا عاملين بلان ان احنا ننقل جزء من ال 26 ترانسبوندر الاساسيين ولا يكون 50% منهم على القمر 301، بحيث زي ما انا قلنا في اللقاء الاول نوزع الاحمال بين القمرين عشان نامن الميشن ديت اللايف تايم بتاع القمر 301 وفي نفس الوقت بتاع 201 اللي فاضل له 6 سنين وينتهي عمره الافتراضي. عظيم. مهندس محمود لطيف، يعني نعود مرة أخرى إلى نطاق الأسئلة التي تهم عامة المشاهدين. ما الذي سيعود من فوائد وقيم مضافة للدولة المصرية ولمصر في من إطلاق القمر الصناعي 301؟ القمر الصناعي 301 دوت بيعزز ريادة جمهورية مصر العربية على نطاق الإعلام العربي والأفريقي، لأنه من البداية هو مهيمن على منطقة الشرق الأوسط كلها في الكفرج الخاص به. الجديد فيه إن احنا هنشغل خدمات الإنترنت ديت اللي هتبقى ريسورسز جديدة للدولة ما كانتش موجودة قبل كده، وهتبقى بالتعاون مع القمر المصري الآخر طيبة 1 قمر الاتصالات المصري، بحيث إن احنا نعزز كمية الإنترنت المطلوبة للدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة. القمر ده فيه ميزة ما كانتش موجودة قبل كده، ان هو ده كان يعني في السنوات الماضية كان بيحصل تشويش على الأقمار ديت متعمد. القمر دوت بنفسه يقدر يحدد مكان المشوش عليه في نطاق 5 دقائق فقط، يقدر يعرف مكان المشوش فين ويقول ده في المكان الفلاني. احنا بنخاطب الاتحاد الدولي للاتصالات ونقول له الدولة الفلانية ديت، ان طبعا في رولز ما بالاتحاد الدولي للاتصالات بتنظم استخدام الترددات ديت، فلو حصل التشويش ديت بنبلغ الاتحاد الدولي للاتصالات بالدولة المشوشة، لان هو هيقول لنا المكان دوت
لأكيرسي لحد 5 كيلومتر بس. نعم. في منطقة التغطية دي كلها من المغرب لحد العراق. يعني يعني نطاق الخطأ 5 كيلو بس. 5 كيلو. يعني الدقة دي دقة كبيرة. يعني متناهي. الدولة هتتعرف أو هتتعرف على طول هتتعرف من النظام ده. وده أحسن أحدث نظام تشويش مستخدم حاليا. نعم. في الأقمار دي وإحنا أول ناس نستخدمه برضو كجمهورية مصر العربية. حيك أشرت لنقطة هامة، الأقمار الصناعية وأهميتها في التنمية. هذا القمر بالإضافة طبعا لدوره على المستوى الإعلامي، لكن الدور التنموي والمساهمة فيما يتعلق بالمشروعات التنموية المختلفة في مصر، ما هو هذا؟ طبعا عندنا مناطق نائية كتيرة جدا في جمهورية مصر العربية ما فيهاش بنية تحتية، ما فيهاش احتمال محطات موبايلز محمول. يعني القمر ده بيوصل للأماكن دي بمنتهى السهولة على كامل الحدود الغربية بتاع جمهورية مصر العربية وكامل الحدود الجنوبية. إن احنا مغطيين غرب جمهورية مصر العربية بالكامل وجنوب جمهورية مصر العربية بالكامل، ودي مناطق حدودية قد يكون فيها صراعات أو شيء ما، فدوت بيوصل هناك للناس اللي موجودة المقيمين فيها ولي تأمين حدود الدولة ضد أي اختراقات. عظيم. طبعا في الأونة الأخيرة هناك مجتمعات عمرانية نشأت جديدة في مصر، هناك مدن يعني مدن جديدة، أجيال من المدن الجديدة ظهرت، هناك عاصمة إدارية جديدة، هناك مشروعات تنموية تقام في كل المحافظات في كل الجغرافيا المصرية. هيقوم النايل سات خاصة في خدمات الإنترنت يا فندم بخدمات مساعدة في مجال التنمية. أكيد طبعا، والعاصمة الإدارية الجديدة هتستفيد استفادة قصوى من الإنترنت الموجود على القمر المصري. كل المشروعات التنموية اللي موجودة في الصحراء الغربية أو في البحر الأحمر أو حتى احنا وصلنا لحقن ظهر ان هو متغطى بخدمات الانترنت دي. المناطق النائية دي كلها خلاص هتبقى كونكتد بالدولة. المدارس اللي موجودة في الريف وديت هتبقى مربوطة برضو عن طريق الانترنت دوت بالقاهرة. الامتحانات دي هتبقى سهلة، التدريس هيبقى سهل، البرامج هتوصل لهم بمنتهى السهولة، الطلبة هناك هيتابعوا دروسهم بمنتهى اليسر سواء في بيت أو في المدرسة. كمان ده ممكن هيفيد الوزارات السيادية اللي موجودة في المناطق النائية إن هي تحكم سيطرتها على المناطق الحدودية اللي موجودة في جمهورية مصر العربية. نعم. جميل. ما يتعلق أيضا بالبعد الإفريقي في أهمية هذا القمر، تحدثنا سابقا عن الاهتمام الدائم من قبل مصر بالتوجه إلى إفريقيا، مختلف دولها، دول حوض النيل، دول الجنوب الإفريقي والشرق وأيضا الغرب. أهمية هذا التمدد من خلال القمر الصناعي المصري نايل سات 301 في العمق الإفريقي. هو طبعا التمدد ده جه في وقت المناسب، كان في مؤتمر في جنيف من قيمة 15 يوم، الدول الأفريقية عايزة يبقى لها حقوق بس هي الأخرى كما للدول التانية. جمهورية مصر العربية هتديهم هتأجر لهم الترانسبوندرات بقيم مخفضة بحيث ان هم ممكن يوصلوا لدولهم من غير ما يضطر يعمل قمر، فاحنا وفرنا عليهم مشوار كبير جدا. هم طبعا دي دول فقيرة ما معهاش مبالغ مالية ضخمة ان هي تعمل التنمية دي عندها، فاحنا اللي هنقوم لهم هنقوم بالموضوع ده نيابة عنهم عن طريق النواقل بتاعتنا اللي احنا هنشغلها على جنوب القارة الإفريقية وكذا أيضا في منابع النيل. طبعا في دول زي الصومال وأريتريا وأثيوبيا بالطبع، تنزانيا وغيرها، دول برضو احنا المنهج بتاعنا ان احنا نساعدهم ونقرب وجهات النظر بيننا وبينهم بحيث ان احنا يبقى في نوع من التوأمة معهم بدل ما يكون في نوع من المعاداة زي ما احنا عارفين اللي حصل في الموضوع بتاع أثيوبيا وكده. نعم نعم. جميل. من النواحي الاقتصادية لو حبينا نتكلم بشمهندس محمود عن النايل سات 301، هو طبعا يعني قد ايه الميزانية تقريبا التكلفة النايل سات 301، ومتى من المتوقع ان هو يعني ايرادات تغطي هذه التكلفة؟ أو من ناحية الإيرادات إن شاء الله الإيرادات هتغطي التكلفة بتاعته، وأنا زي ما قلت سعادتك في اللقاء الأول
ان احنا عملناه في التوقيت المناسب بالجهود الذاتية بتاعة الشركة، فما كلفناش مبلغ ضخم ولا حاجة. المبلغ ده هنقدر نستعيده لان احنا هنشتغل فورا في توزيع الحيزات ديت. عندنا هنا ادارات خاصة بالتسويق، مهمتها ان احنا نسوق النواقل ديت في جنوب افريقيا وفي منابع النيل. بالنسبة للشرق الاوسط احنا عاملين خطة تانية علشان نسوق حيزات الاكستندد باند اللي هي حصلنا عليها في المؤتمر العالمي للراديو سنة 2015. فالخطط دي كلها محطوطة وجاهزة للتفعيل فورا، فور ما القمر يوصل مداره بعد 15 يوم، ونبدأ التواصل مع هذه الدول الأفريقية في ان احنا نبدأ ننفذ معاهم الاتفاقيات ان احنا نأجر لهم النواقل ديت بأسعار مخفضة علشان ما يحصلش كونفليكت بين الترددات بتاعتنا او الترددات اللي هم يحصلوا عليها. نعم. يعني مع اطلاق هذا القمر اين تقف مصر بين الدول التي لديها اقمار صناعيه يعني في مختلف المجالات ولها تاثير على ارض الواقع في محيطها الجغرافي والاقليمي؟ مصر تقف في موقف الرياده دلوقتي، ومن اول ما اطلقنا القمر 101 و102 لازلنا في موقع الرياده والصداره. وبالأمر دوت احنا انطلقنا الى افاق اخرى رحبة فيها امكانيات ضخمة بالامكانيات المتاحة على القمر 301، في كونه ان هو زي ما قال استاذ عبد الله ان احنا تمددنا للجنوب الافريقي ولمنابع النيل، فده بيدينا بليفريج او بيدينا ميزة على جميع الدول اللي عندها اقمار في المنطقة العربية ان احنا وصلنا للمناطق ديت بالقمر الجديد ده، بالاضافة ان احنا فعلنا ختم للانترنت على جمهورية مصر العربية وعلى المياه الاقليمية والاقتصادية لجمهورية مصر العربية وعلى الاجواء الجوية لجمهورية مصر العربية لاي طائرات عابرة او اي سفن او مراكب عابرة للحدود المصرية. عظيم، ده انجاز كبير باشمهندس. انجاز ضخم ورائع وجاي في ميعاده، والتوقيت كان مناسب جدا ونجحنا وربنا وفقنا الحمد لله ان احنا ننجز الامر ده في التوقيت المناسب دوت وبالسرعه ديت بالامكانيات ديت بالخدمات اللي موجوده عليه. من تهدي هذا النجاح؟ لمن تهدي؟ ومين من الاسماء على مدار تاريخ النايل سات ممكن تقدم له الشكر اذا كان عايش واذا كان توفي؟ يعني نترحم على روحه الطاهره. انا اهدي العمل الجبار ده لجميع العاملين للنايل سات، جميع العاملين للنايل سات ساهموا في هذا الانجاز الرائع، سواء اللي رحلوا عن عالمنا او اللي موجودين حاليا، كلهم اشتغلوا بكل حب وبكل قلب وبكل نشاط وادوا كل اللي عندهم علشان نقدر ننجح ونطلع قمر زي دوت. وطبعا احنا لازم نشكر الاجيال اللي قبلينا، وان كنت انا واحد منهم طبعا فما شنشكر. فالموضوع بالنسبة للأجيال اللي سبقتنا ديت ده اشتغلنا بالزخم بتاعهم، والكوادر الجديدة دي كلها خدت الزخم ده وكملت بيه برضو بنفس الروح والمثابرة ان احنا نعمل أمر قوي زي دوت يحط مصر في مكانة عالمية عالية الدول تتكلم عنه ان جمهورية مصر العربية انجزت أمر بالأسلوب دوت بالإمكانيات ديت بالكفاءة ديت بمناطق التغطية المتعددة اللي وصل لها كده، ومساعدتنا للدول الأفريقية في أنها تحقق الإعلام الخاص بيها. فكل ديت حاجات تحسب للقمر نايسات 301 والجميع العاملين اللي اشتركوا في الموضوع ده، سواء من سبقونا أو سواء اللي متواجدين معانا الآن. نعم، الخطط المستقبلية يعني بعد إطلاق القمر بالتأكيد في خطط لمشروعات أخرى ربما يعني فكر متعلق بإطلاق هذا القمر الصناعي، ما هي طبعا أهم خطط الشركة في المرحلة المقبلة؟ إحنا دلوقتي أفكارنا زي زملاء قبلية قالوا إن دلوقتي إحنا بنتحول إلى عالم الإنترنت، فإحنا الخطط المستقبلية بتاعتنا إحنا القمر دوت كان معظمه DDH اللي هو البث التلفزيوني وجزء بسيط منه بس الانترنت. القمر القادم ان شاء الله هنعمل فيه العكس، هتبقى الماجوريتي فيه او اغلبيته اغلبيه النواقل بتاعته
هتشتغل انترنت والأقلية هتشتغل دي تي اتش، بحيث ان احنا نعمل توازن مستقبلي بين الدي تي اتش وبين الانترنت، لان احنا شايفين الانترنت دلوقتي بتذيع اي برامج بتذيع، فاحنا لازم نواكب التطور اللي موجود دوت، ان احنا نبدا نغير تفكيرنا، ما نبقاش معتمدين كليا على موضوع البث التلفزيوني، هنعتمد بقى على البث عن خلال الانترنت، لكن لازم يبقى معانا جزء احتياطي يشتغل دي تي اتش علشان نقدر نكون مؤمنين لاي اعطال ممكن تحصل. موضوع الانترنت دوت احنا عندنا 12 سبوت بيم دلوقتي، لكن احنا بعد كده بنطمح ان احنا يبقى عندنا اكتر من 100-200 سبوت بيم في الاقمار الجديده. عندنا ملفات زي اداره تنسيق الترددات ما قالت هنشتغل ازاي، فاحنا بنخطط ان احنا نعمل قمر تاني جديد، وطبعا مش في الوقت الراهن، لكن دلوقتي بدانا نعمل الدراسات بتاعته ان احنا نعمل قمر الماجوريتي بتاعته او اغلبيته خاصه بنواقل الانترنت، والجزء القليل منه لنواقل البث التلفزيون. يعني ممكن خلال مدة أو سنوات بسيطة قادمة يكون المواطن يستقبل إرسال القنوات التلفزيونية، المباريات، كل حاجة على الموبايل الخاص، وممكن تبقى تكاليف الإنترنت في مصر أقل من الناحية المادية للمواطن. طبعا ده هيبقى التطور الطبيعي للزمن اللي احنا فيه، ان احنا كل حاجة دلوقتي يمكن الموبايل سبقنا دلوقتي في موضوع الانترنت. دلوقتي الانترنت الفضاء هيبدأ يبدأ نشاطه ان هو يحصل الموبايل ويسبقه، لان احنا ديت هتبقى سرعات عالية والكباسيتي بتاعتها عالية، فديت هتدينا اريحية ان احنا ممكن نزيع كل حاجة على الموبايل، وبرضه على التلفزيون المنزلي تبقى موجودة كدي تي اتش كاحتياطي لعمليات الانترنت. إذن منتظرين يعني مراحل كثيرة من التطور تستطيع مصر أن يعني تتنافس فيها مع مختلف دول العالم وتواكب كل التطور فيما يتعلق بالمجال التكنولوجي. لكن يعني بالنسبة للقمر الجديد نالسات 301 تحدثنا عن ترددات جديدة مختلفة، أهمية التوسع في الترددات، ما الذي يضيف لكفاءة عمل هذه المنطقة؟ ما طبعا الترددات الجديده ديت بتدينا قوه ان احنا عندنا ترددات جديده لم تستخدم بعد لا في افريقيا ولا في اوروبا. جمهوريه مصر العربيه هي الدوله الوحيده اللي استخدمت هذه الترددات، طبعا بدراسات ان احنا الجزء دوت من الترددات مهم جدا، واحنا بقينا ممكن نقول بايونيرز في الاتجاه دوت. طبعا ده ليه LNB اللي هي المستقبلات بتاعته بتاعت المنزل دي. الهيئة العربية للتصنيع دلوقتي بتقوم بدور فعال ومؤثر في توفير LNB دوت للسادة المشاهدين، ومش هيكلفهم أي حاجة غير ان هو هيشيل LNB اللي موجود ويحط ده بداله، هيستقبل نفس اللي بيستقبله بالإضافة للحيزات الجديدة اللي احنا جبناها. الكلام ده يتم سواء في أفريقيا أو في على منطقة الشرق الأوسط في المينا ريجون، فده مش هيكلف المشاهد أي حاجة، بالعكس ده هيديله إمكانيات نشوف ترددات أكتر، برامج أكتر، خدمات أكتر، وخصوصا أن الترددات الجديدة ديت ليها خدمات متعددة غير خدمات البث التلفزيوني. فده هيدينا البث الإذاعي مثلا يعني كمان، لا خدمات يعني تانية في التبادل الإخباري وحاجات كده، فده هيدينا قوة فاعلة ما حدش عنده في المنطقة العربية الحيزات ديت ولا الـ LNB دوت، اللي هي الهيئة العربية للتصنيع أخذت على عاتقها إن هي تنفذ الـ LNB ده. عظيم. فيما يتعلق بالتعليم والامتحانات اللي بتجرى عن طريق الانترنت ومواقع والوزارة والمشاكل اللي كنا بنتعرض ليها، وأكيد كل أب دلوقتي عنده ابن في الثانوية العامة أو في المجال ده بيسأل بيقول ده هيحل المشاكل وخلاص وداعا لانقطاع الانترنت، ده هيبقى سهل جدا ليهم دلوقتي، خلاص مش هيحصل القطع اللي كان بيحصل أو التهنيج اللي كان بيحصل، لأن دوت نت جاي من الفضاء سريع جدا، ما بيعتمدش على كابلات أرضية، ما بيعتمدش على مودمز تشتريها من المحلات، لا ده جاي لك دايركت، انت بتركب في البيت هوائي مخصوص للشغلانة ديت تستقبلها
بمنتهى البساطة ومن غير تقطيع وبسرعة عالية جدا. فده هيفيد المدارس فايدة عظمى ان احنا هنوفر لهم الامتحانات او الدروس بمنتهى السهولة واليسر من غير ما يحصل اي مشاكل او قطعات. وده ممكن يستخدم في المستشفيات، ممكن يستخدم في وزارة الداخلية، ممكن يستخدم في الجهات السيادية، المستشفيات مثلا في نقل عمليات على الهواء. أيوة. أو متابعة عمليات من مصر لأي دولة أخرى، أو في البنوك. البنوك دلوقتي كلها بتعتمد على الانترنت الأرض، وده بساعات نروح البنك يقول لك السيستم واقع. خلاص الكلام ده مش هيحصل بعد كده. فالمجال ولا قطاع الألياف الضوئية الكابلات الأرضية ديت بتتقطع طبعا. فبتعطل العمليات البنكية ويقول لك السيستم واقع. دلوقتي خلاص مش هيتعرضوا للموضوع ده. يعني الإنترنت ديت هتعمل نقلة حضارية ضخمة جدا في مصر. لما تشتغل إن شاء الله تبقى ثورة حقيقية فعلا في عالم الإنترنت داخل جمهورية مصر العربية. ازاي حضرتك هتقدروا من خلال التدريب وتحديث الامكانيات في النايل سات مواكبه هذا التطور السريع والخدمات الجديده اللي هيضيفها نايل سات 301؟ احنا حضرتك العمل بتاعنا ده قائم على التدريب والتدريب والتدريب. يعني احنا التدريب دوت عندنا قطاع للتدريب، التدريب ده قائم في نايل سات على مدار عمر القمر، واحنا شغالين موضوع التدريب ده لان دي شغلانه هاي تك بتتطور سريعا جدا على مدار السنه ومدار الاعوام. فاحنا عشان نواكب الموضوع دوت عندنا اداره متخصصه لتدريب المهندسين ازاي يتعاملوا مع التكنولوجيات الجديده ديت. فاحنا مش غافلين موضوع التدريب ده خالص. ده التدريب دوت مكون اساسي داخل النايل سات. كان في لحظة بعد الإطلاق باشمهندس عامر إطلاق الصاروخ فالكون 9 وانفصل القمر الصناعي عن الصاروخ، الصاروخ رجع تاني في مكان في البحر على سفينة. من ضمن مميزات بتاع الصاروخ دوت ان هو ده في ميزة قوية جدا ان هو بيقدر يرجع مكان الإطلاق تاني. هم عندهم ثلاث أنواع من النوع ده، واحد يرجع نفس مكان اللي أطلق منه، وواحد يرجع مكان تاني غيره، وهم طبعا بيبقوا مرتبين نفسهم ده يرجع فين وده يرجع فين. وفي عندهم واحد اسمه فالكون هيفي ده في شبه من الصواريخ الروسية، بياخد القمر ويخش بيه جوه حوالي 22,000 كيلو، بس ده ما بيرجعش. لكن دولت اللي احنا اطلقنا عليهم، واللي اطلقنا عليه ده على فكرة كان بياخد رواد الفضاء وبيطلعه من المحطة المدارية، كان بيركبه عليه كبسولة اسمها دراجون، دي جواها بيبقى 2 رواد فضاء او 3 بتاخدهم تطلعهم من المحطة المدارية. نفس الصاروخ ده هو اللي هو طلع القمر بيطلع رواد الفضاء الامريكان بيوديهم برضو. وده كانت من قيمة قبل الموضوع الازمة اللي حصلت ديت العالمية ديت، كان مودي مجموعة منهم المحطة المدارية ديت. فهو موضوع الريابيلتي بتاعته عالية جدا لدرجة ان هم طبعا هم عندهم البني ادمين غاليين جدا، فهو من الريابيلتي بتاعته والكريدابيلتي بتاعته بيودوا فيه البني ادمين دولت يروحوا المحطة المدارية. فهو صاروخ ممتاز جدا. والفكرة الجديدة اللي هي اضافتها سبيس اكس ان هو يرجعوه، فدوت قلل التكلفة بتاعة استخدام الصاروخ ده. ان الصواريخ بتنفجر؟ لا ما بتنفجرش. الصاروخ بعد ما بيودي زي بتوع اريان بيودي القمر المكان اللي هو هيوديها 400 كيلو 500 كيلو بيسبح بقى في الفضاء يمشي. هم بقى بيعملوا في كمية من الفيول برضه زي القمر يوديه مكان بعيد في الكون كده علشان ما يعملش شوائب في الفضاء فوق. لكن دوت علشان بيرجع بقت تكلفته أقل من التاني، وممكن يستخدم مرة أخرى في إطلاق. ده الصاروخ ده استخدم حوالي 4 مرات. هم دلوقتي عايزين يوصلوا ان هو الصاروخ ويروح ويرجع 10 مرات. هم عندهم جراش بالعربي كده، عندهم جراش فيه 10 صواريخ من دولت اي واحد. يعني احنا لو كنا رحنا على اريان 5 بتاع شركة اريان بتضطر تنتظر حاجة اسمها كوبا سينجر. الصاروخ بتاعهم بياخد قمرين مع بعض، فما لو طلع بقمر واحد بيبقاش اقتصادي بالنسبة لهم، فبيضطروا تستنى قمر تاني يطلع معاك.
ده ممكن يعطلك، ممكن ما بتضطر تنتظر شهر اتنين لحد ما يلاقوا الكوبا سينجر بتاعك اللي هيطلع معاك دوت. مستو ان هو بياخد قمر واحد ويطلع بيه يوديه المكان اللي هيود فيه ويروح راجع تاني ياخدوه يعملوا له عمليات صيانة. المحرك الرئيسي بيبقى موجود فيه زي ما هو ده بيعملوا له صيانة، وبعد كده في 9 محركات اللي هم بيعملوا ليفت اوف، دولت بيركبوا ايه 9 جداد، دولت محركات دفع صغيرة، لكن التكلفة الرئيسية في جسم الصاروخ والإنجن الرئيسية اللي بتاخده وتمشي بيه اللي احنا شفنا اللي طالع منها اللهب ده. فدوت دوت الصاروخ دوت من إمكانياته العظيمة ان هو بيرجع تاني وياخدوه يعملوا له العملية صيانة ويشغلوه تاني. دوت شغل 4 مرات. الحاجات الاستراتيجية دي هل ممكن نوصل مصر توصل إلى أن هي تمتلك يعني بنى تحتية تكون قاعدة لصناعات صاروخية مدنية علمية؟ احنا بنتكلم في خدمة في مجال الإعلام، في مجال الأبحاث العلمية، في مجال الاكتشافات. احنا بدأنا سعادتك في الموضوع دوت عن طريق وكالة الفضاء المصرية. ان هي بدأوا ان هو يبدأ نعمل الأقمار الصغيرة ديت. طبعا هيحصل تطور عندهم كبير ان احنا هننتقل من موضوع الأقمار الصغيرة المتوسطة للكبيرة لموضوع الإطلاق. بس موضوع الإطلاق دوت يعني انت ممكن تساهم مع الشركات ديت ان انت تعمل لهم أجزاء أو مكونات، لكن الميزة في الدول ديت ان هي قريبة من خط الاستواء، فكل ما يكون شركة الإطلاق قريبة من خط الاستواء بتكون تكلفة الإطلاق بسيطة وتكلفة الصاروخ بسيطة. ليه؟ لأن هو بيمشي مشوار بسيط، الصاروخ ده وزنه 400 طن لوحده، عشان يمشي مشوار طويل مشكلة ممكن يعطل في السكة، وده بيحصل ما بيحصلش لا بيحصل. فهما احنا نقدر الصناعة ديت نشترك ان احنا نعمل لهم مكونات تستخدم في الصاروخ زي الجايدنس سيستم بتاع الصاروخ او زي محرك من المحركات اللي بتشتغل فيه، ونعمل حاجه زي جوين فينشر معاهم ان احنا نعمل جزء هم يعملوا جزء ويطلعوه. القمر ده نفسه بتعمله اكتر من 17 دوله اوروبيه بيشتركوا في المكونات بتاعته ويجمعوه ويعملوه. فهي الشغلانه كلها تكامليه بين الدول وبعضها، مفيش دوله لوحدها بتعمل حاجه. أرجو أن تسمح يعني لنا أن نذهب مباشرة إلى ولاية فلوريدا ومراسلنا مراسل أخبار مصر محمد عبد الله. محمد، أولا ألف مبروك لك ولكل المصريين الموجودين وكل القيادات الموجودة هناك في ولاية فلوريدا على نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري. صف لي الأجواء وضعني في تفاصيل الكواليس لديك. هو عد يعني المراحل الحرجة كلها الخاصة باللحظات الأولى لانطلاق القمر الحمد لله عدت بسلام. أول مرحلة حرجة عدى منها القمر هي ال3 ثواني الأولى من الانطلاق من القاعدة، انطلاق صاروخ فالكون 9 من القاعدة الحمد لله عدت بسلام. 32 دقيقة أو بالأخص بعد 3 دقائق و35 ثانية بيتم فتح فوهة الكبسولة الموجودة أعلى قمة فالكون 9 والتي تحمل النايل سات 301. الحمد لله تمت هذه العملية أيضا بسلام، ده تأكيد مننا هنا. القمر بعد 32 دقيقة بيطرق جسم فالكون 9 لتنتهي مهمة فالكون 9 ويبدأ القمر نايل سات في مهمته التي ستمتد خلال الفترة القادمة وحتى 20 يوليو القادم. 16 يوليو القادم سيتم التسليم وتسلم إدارة القمر كاملة من شركة تالس الفرنسية إلى شركة نايل سات المصرية. 20 يوليو النايل سات إن شاء الله هتتكمل والكوادر المصرية هتتسلم كاملة إدارة القمر المصري نايل سات 301. كل الفترة احنا بنتكلم فيها ديت هناك عدد من الإجراءات والاختبارات اللي هتتم القمر في مدارات مختلفة، أهمها أما يوصل القمر على مدار 10:30 غربا، دي أهم مرحلة هامة جدا وحساسة للغاية. الوقت اللي احنا هنتكلم فيه دوت كل 48 ساعة هيتم
إعطاء دفعة للقمر حتى يسير في مدار دائري. وحينما يسير في مدار دائري هيتم اختبار الأجهزة مرة أخرى واستقبال البيانات وإرسال البيانات ل 301. وبعد 48 ساعة وفي ثلاث مرات كل 48 ساعة هيتم دفع القمر ال 301 في هذا المدار الدائري، هيتم دفعه مرة أخرى وهو في هذا المدار الدائري لدفع أقوى من إحدى طرفيه أو من إحدى جناحيه حتى يستطيع أن يصل إلى 10:30 غرب. 10:30 غرب هيتم إجراء اختبارات كاملة على 301، اختبار الإرسال والبث، اختبار القنوات التلفزيونية والقنوات الإذاعية، واختبار القنوات فائقة الجودة اللي بيحملها 301، واختبار الإنترنت فائق السرعة واللي بيغطي إن شاء الله جمهورية مصر العربية. هيتم اختبار كل هذه المحتويات 301 عشان أما يوصل لمداره 7 غرب إن شاء الله بعد تقريبا 20 يوم إن شاء الله هيتم عمل يكون موجود في المدار بجوار 201. ما فيش أمر منهم بيكون في مسافة داخل الويندو الديناميكي اللي هو بيكون 180,000 في 210,000 كيلومتر مربع، دي الويندو أو النافذة اللي بيتحرك فيها القمر، هيكون في مسافة كبيرة فاصلة ما بين 201 و301 عشان ما يتمش التشويش أحدهم على الآخر. ومن أول يوم 301 إن شاء الله ما يوصل 7 غرب هيقدم خدماته لمختلف المشغلي الأقمار الصناعية، وهناك اهتمام بالتسويق من شركة النايلسات للشركات التلفزيونية الموجودة في جنوب القارة الإفريقية والموجودة في دول حوض النيل. إليكم. شكرا زميلنا محمد عبد الله مراسل اخبار مصر من ولايه فلوريدا الامريكيه، شكرا جزيلا على هذه القراءه الوافيه لما حدث، شكرا جزيلا لك ولكل الطاقم الاخباري المصاحب لك. شكرا جزيلا لك محمد، وبشكر في نهاية هذا اللقاء أيضا ومع نهاية هذا الحدث المهندس عامر لطيف العضو المنتدب للعمليات بالنايل سات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أكيد ألف مبروك لكم ولكل المصريين على هذا الإنجاز العظيم اللي منتظر منه الكثير، وإنجاز رائع يحسب لنايل سات. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معنا بعد الفاصل، تبقى لقاء مهم بعد الفاصل، ابقوا معنا. شكرا لك عبد الله، وشكرا لك ليلى، وشكرا لضيفكم الكريم الباشمهندس عامر على هذه الإضاءة التقنية التي رافقت عملية إطلاق القمر الصناعي نايل سات 301 إلى مداره وإلى مستقره الأخير في رحلة جديدة لهذا القمر وصفحة جديدة تفتح في تاريخ الإعلام المصري. ألف مبروك لنا جميعا وألف مبروك لمصر، وبالتوفيق دائما إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، كنا معكم على مدار الساعات الماضية وتغطية تفصيلية موسعة على الهواء مباشرة لإطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 301. شكرا لكم وإلى اللقاء.